يهتمون بتحسين الصورة. هجوم للعربي، التسديدة، جول! العربي عكس سير اللعب من بداية هذه المباراة، هو اللي يبكر. ومن اللي يبكر؟ جاسر يحيى يجرب يسدد، وحين يسدد يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة فريق الأحلام في مباراة الليلة، ثاني أهداف هذا الموسم. من يتوقع أن يسجل العربي من زاوية صعبة كهذا بالنسبة لحارس المرمى جاسم الهيل؟ ذهب إلى الكرة، راح نستعرضها بعد الركنية التي يتقدم من خلالها حسين علي على التنفيذ على القائم القريب. تبعد الكرة بهذه الطريقة بالرأس من جاسم حسين علي، عالية، جول! إنه البديل الناجح علي سعيد المهندي، علي سعيد المهندي يدخل إلى أرضية الملعب لينقذ الملك من الهبوط. علي سعيد المهندي حاضر قادم، الطالب الذي كان يدرس يوما ما في مانشستر أتى لأرضية الميدان، لم يكن يدور في خلده بأنه سيتواجد في أرضية الملعب لينقذ نادي قطر ويسجل برأس. كان هذا اللاعب لاعب مواطن وينتظر مستقبل مميز، تشجعه أنت من هذه المباريات. اللعبة بالرأس، جاسم الهيل مرمى خارجه، خلفان حاضر في شوط المباراة الثاني ليسجل ثاني أهداف العربي، ثالث أهداف هذا الموسم. فهد خلفان كثر المحاولات الماضية تسعد عبد القادر مشجع النادي العربي تحت الأمطار، ويتقدم العربي من جديد بهدفين مقابل هدف. فهد خلفان أيام لوكا لعب في مرات قلب دفاع، تخيل وعاده المدب ووثق به كثيرا هيمر هانا جريمسون.